في المدرسة الوطنية في العلوم التطبيقية، السيد نائب عميد كلية العلوم، السادة والأساتذة والموظفين، إخواني وأخواتي الطلبة، أيها الحضور الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وباسمي وباسم عائلتي أتقدم بمزيد الشكر والامتنان إلى طلبة النوادي والجمعيات على هذه النادرة الطيبة والالتفاتة القيمة لتنظيم هذا الحفل التكريمي على شرفي. فأنا عاجزة عن وصف لكم شعوري وإحساسي في هذه اللحظة بالذات. كما أشكر أتوجه بمزيد الشكر والعرفان للسيد عمر حلي رئيس جامعة ابن الزور ونائب للسيد الغادي على الاهتمام الخاص بطلبة النوادي والتعامل المراقي مع كل من الموظفين والأساتذة والطلبة. كما أقدم بالشكر والامتنان للسيد أمين كلية العلوم على مساعدته الدائمة للنوادي والطلبة والموظفين وعلى مجهوداته المبذولة والسهر على تحقيق نجاح للأهل والجمعيات. كما أخص بالشكر الجزيل للسيد إدريس لماس مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا ونائب عميد كلية العلوم سابقا الذي اشتغلت معه مدة 5 سنوات وتعلمت منه الكثير، فشكرا له جزيلا وعلى مساندته وعلى اهتمامه بالطلبة وبالأساتذة. كما أشكر على التكريم وعلى المجهودات المبذولة من أجل إنجاح هذه التظاهرة. وشكراً.